حضر اليبرق. سلموا ايديك يا ماما. لا تنسى موعدنا الساعة 9، المغادرة الساعة 7، ما بدنا نحججوا بأي شيء. إن شاء الله إن شاء الله. شلونك عمو؟ أهلين عمو. خجلانه؟ ما بعرف، حاسه الاستاذ فراس مو جاي على باله اجي اتغدى عنكم. عمو عمو انت مالي غريبه؟ مالي عمو، لساني غريبه. كيف المحاماة؟ زفت. أفكر عن جد أترك واشتغل مع مسعود. هلا بدك تترك المحاماة مشان تروح تشتغل معاقب معاملات؟ ليش هلا نحن شو عم نشتغل؟ عم نشتغل معاقبين معاملات وببلاش وجنب التواليت كمان. هلا بكرة بس تصير بمكتبك بيختلف الوضع. والله الله يعطيك العافية. وليش عم بيقولوا بدها شهر وشهرين؟ احكي لي كيف زبطها؟ هاي القرار وقعوا لك يا دكتور، ايمت ما بدك فينك تفك الحجز وتدفع اللي عليك، حتى الغرامات عافيناك منها. أنت رجل عامل معي خير بزمانك، وأنا معتبرها بمثابة هدية لك. مين؟ أنا؟ إي حضرتك، بجوز ما بتتذكر. بس يوميتها أنت كنت دكتور بالمواساة. كنا محتاجين لأبي الله يرحمه منفسه وانت أمنت لنا اياها وما قصرت. تفضل، هذا حقك. على راسي، بس أنا ما راح آخذ غير كلفته بس، شرف. ورقمي عندك، أي شيء بتحتاجه تحت أمرك. عاوزك. ألو جانو، كيفك؟ كيف الصحة؟ بدي اسألك مشان معاملتك حصل الارز والعقارات، شو صار فيها؟ ما حطيت ايدك، علقتنا مع الدولة، انت بتعرف. في عندي معقد معاملات، تمام. يا حبيبي، ومن تحت الدلفع وتحت المزراب، لك كلهم نصابين. عكفلتي. لا إذا عكفلتك هلا بيجي، بس فهمني، منين لقطوها؟ رح ابعث لك اياها على الورشة، بس انتبه، كميسيوني. لعينيك، كميسيونك حاضر، أول شجرة بتطلع قدامك فوت فيها وتصليح سيارتك علي. مرحبا يا حلو. أهلين أبو سعود، لك شو وينك غاطيت؟ لا حس ولا خبر، لك والله انشغل بالي عليك. مشاغل يا جار، شو بدنا نساوي؟ الشغل لفوق راسنا. أشغال ولا خجلانة تقلي طلعت مرتك؟ اي ليكك بتعرف. ايه سيدي بعرف، بس اسمح لي اقلك انه انت غلطت يا ابو سعود. ليلى مرأة ادمية وما في مثلها. ولادك كيف انطمني؟ ابو سعود لا تغير الموضوع، نحن اهلك وحقنا نقول رأينا. والله يا جار الشغلة اكبر من هيك وفيها تفاصيل ما بدي وجع لك راسك فيها. خليني بهمي من غير شيء انا دايخ. معك حق، الموضوع مو سهل بنوب. على كل حال رقمي بالفرع وبالبيت معك، اذا لزمك شيء خبرني. كتر خيرك، مالنا غيركم، انتو عزوتنا. على راسي يا ابو سعود، خاطرك. لك ما بقى غير تجي وتقول بدي اخطب ابنكم. حنون ارجوك حلي عني. بس امك وابوك لهم تلتين الخاطر.
ما بتزبط. بنت متخرجة من كلية الحقوق وعم تشتغل محامية بالسخرة، مفكرة حالها شو كان اسمها هنيك المرأة الحديدية مارغريت تاتشر. صرعتونا انتو الشباب، ما حدا بيقدر يفهم عليكم شي. إذا كانت الوحدة متعلمة بتقولوا يا لطيف قايسة حالها بالخيط، وإذا كانت مو متعلمة بتقولوا يا لطيف هي بهيمة وعم تبالغ بتقدير نفسها. فهميني حنون، المحامي والطبيب اليوم ما عاد الامتياز، نجار منيح أحسن من 10 على الشجرة. لا أنت السادة، أحسن من 100 محامي مثلي. بلد قلبي العكس، آخر اهتمام العلم، خلصونا بقى. ماما فراس، مسعود دق لك وانت نايم ورجع دق لك مرة تانية، قال روح لعنده عاوزك ضروري. حاضر حاضر. سكري سكري. رومي شفاك؟ أفرد ما بحب شوفك هيك. شرفوا عصابة الفلامينكو. أولي بدي يا هلا يا هلا. شوف الخبيصة. لك أمي قدام الفجر ورح يطلع الضوء لسه ما نمتوا؟ عم نشتغل يا أمي، شوفت عينك شو مساري يعني. إيه الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. نام هاني، هدي لي كتافي لحتى نام. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بدكم شيء؟ سلامتك أمي. سلامتك. الله يسلمك أمي. يا هي بدها مكتب محاماة كامل يشتغل فيها. يا بدي اشتغل لحالي والنص بالنص، يا بدك تشتغل معي. شو قلت؟ ما في حل تاني. يا رجل، ورثة ميتين ولادهم ما بيوقعوا. شوف، عقار كامل مو معروف أصوله، مخالف وأملاك دولي. حبيبي أنا بعشر محامي، شو بدك من هالقصة؟ أنا بس بدي أحتاجك إذا احتجنا نعمل دعوة مستعجلة وورق دعاوى الإقرار، بمعنى تكون القصة مستعجلة فعلاً مو ينيمونا فيها، هي بدك تتابعها أنت. وكيف بدك تظبط قصة الورثة؟ أي شغلتي بقى. ولمين بدك تبيع؟ لحدا من طرف جان وورق الضبط. وإذا ما سلمنا؟ مشكلته هو رح يختار اللي بده يبيعه كل أملاكه ويرجع يشتري منه، مو أنا رح أختار له إياه. هاي القصة فيها 30 40 مليون مو لعبة. بيطلع لنا منا صافي بدون مصاريفنا شغلة 300 400 ألف ورقة. أنا نص وأنت نص، بيقرصوك 200 ألف ورقة إذا حطيتهم بجيبتها؟ لا ما بيقرصوني. أنا بقرصهم. خلاص رح أشتغل.